بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائي الطلبة، طلاب المرحلة الثالثة في قسم الصحافة الجامعة الإسلامية، أرحب بكم وأرجو أن تكون هذه المحاضرة مفيدة إن شاء الله، وهي كغيرها من المفردات السابقة تقدم لكم معلومات و خبرة تحليلية للجملة العربية في مجال النحو ومجالات أخرى تتصل بها كالصرف والإملاء والنطق الصحيح، وهي تعينكم أنتم من حيث موقعكم الصحفي في النطق الصحيح للجملة العربية الفصيح المسموع وبدون أي تلكؤ، وكذلك من جهة أخرى تعينكم على كتابة النص وإنشائه ويكون نصاً متماسكاً ومعرباً وواضحاً ودقيقاً. وأنتم، وهذا معروف في أقسام الصحافة كلها، أنتم عليكم مهمة توظيف اللغة العربية بصورة دقيقة ومؤثرة لتكون مكتوبة أو مسموعة في إعداد الفنون الصحفية التي ينقلها التلفزيون أو الوسائل الأخرى مثل الإنترنت. موضوعنا لهذا اليوم أيها الأحبة هو حالات رفع الاسم. حالات رفع الاسم، أي المقصود نحاول أن نحصي كل الحالات التي يرد فيها الاسم مرفوعاً. واضح؟ يرد فيها الاسم مرفوعا، بمعنى تكون علامته إما الضم أو الواو بالنسبة لأنواع من الكلمة سنمر عليها تباعا. حالات رفع الاسم بحسب ما موجود لديكم، يكون الاسم مرفوعا في 6 حالات هي أحصاها العلماء و بوابوها كالآتي: أولاً المبتدأ وهو موضوعنا في هذه المحاضرة، وبعد ذلك الخبر، ثالثاً اسم كان أو إحدى أخواتها. تعلمون أن لكان أخوات وتعمل عملها، فيكون اسم كان دائماً مرفوعاً وخبرها منصوبا، ونحن نتكلم هنا عن اسم كان وأخواتها الأخرى مثل ظل، بات، أمسى، صار إلى آخره، تكون أسماؤها كلها مرفوعة، وأما أخبارها فمنصوبة. القسم الرابع خبر إن وأخواتها. خبر إن وأخواتها يكون أيضا، ما حكمه؟ هل تعرفون؟ خبر إن وليس اسمها، نعم، مرفوع. نحن نتكلم عن حالات الاسم المرفوع، وأنتم تعلمون أن هنالك موقعا إعرابيا متبادلا بين إن وكان بالنسبة إلى تأثيرها في الاسم والفعل. كان وأخواتها ترفع الأول وتنصب الثاني خبرا له، على عكسه إن وأخواتها تنصب الأول خبرا لها اسما لها وترفع الثاني خبرا لها. أحسنتم. القسم الخامس وهو الأشهر والذي هو ركيزة اللغة العربية هو الفاعل في الجملة الفعلية، يكون مرفوعا. والسادس هو نائب الفاعل، إن شاء الله سأبين لكم في محاضرات قادمة ما فرقه عن الفاعل وكيف يكون. ويضع المحاضر الكاتب احتمالا او معطى اخير، هو يقول يكون الاسم مرفوعا اذا كان تابعا لاسم مرفوع، وهذا كما علمنا في المحاضرة السابقة اعطينا مثالا من خلال العطف، تذكرون ذلك، من خلال العطف. اذا عطفت بأداة عطف، عطفت اسما على اسم مرفوع سابقا عليه
فماذا يكون حكم الاسم المعطوف؟ مرفوع. أي الاسم المعطوف يأخذ حركة المعطوف عليه نفسها بلا اختلاف. واضح؟ فإذا كان مرفوعا يكون المعطوف أيضا مرفوع. محاضرتنا اليوم من حالات رفع الاسم نأخذ الأول وهو المبتدأ. أنتم تعلمون أن الجملة في العربية تكون على نوعين، إما اسمية أو فعلية، إما اسمية أو فعلية. فالمبتدأ، أسألكم، المبتدأ ينتمي إلى الجملة الاسمية أم الجملة الفعلية؟ ينتمي إلى الجملة الاسمية، وسمي بالمبتدأ لسبب بسيط وواضح، تبتدئ الكلام به. هو اسم وليس فعل، هو اسم تبتدئ الكلام به فسمي مبتدأ، هذا هو السبب. يقول يعرفه، تابعوا معي، اسم مرفوع يقع في أول الجملة. اسم قلنا ليس فعلا، مرفوع، يعني هل من الممكن أن يأتي المبتدأ منصوبا مثلا؟ لا، هذا مستحيل. المبتدأ اسم مرفوع يأتي في أول الجملة، هذا تعريفه وحده. نعم، يعطي أمثلة، سنكتب مثالا. يقول الأول: الذهب معدن. الذهب معدن. انظروا هنا أعزائي الطلبة، الذهب اسم وليس فعلا، وقد بدأنا به الكلام، فيكون إعرابه مبتدأ وعلامته الضم. أقول الذهب معدن. أنا عندما أتكلم بهذه الجملة الاسمية، هي جملة تتكون من جزئين. الجزء الأول هو المبتدأ، ولكن الكلام عندما يتوقف عند نطق المبتدأ فقط يكون مبتورا وناقصا، يحتاج إلى كلمة أخرى أو جملة تتمم معناه. أنا لا أستطيع أن أقول كلمة الذهب فقط، لأن السامع سيسأل ويقول: فما قال الذهب؟ ماذا تريد أن تقول عن الذهب؟ أعطني خبراً عنه، أعطني كلمة متممة للذهب، ما الذي تريد أن تقوله عن الذهب؟ فأقول لك: الذهب مثلاً، الذهب معدن. هنا تمت الجملة، أي تمت بتركيبها الإعرابي، وتمت بمعنى، أي أن السامع قد حصل على معلومة جديدة لا شأن لنا بها أن تكون صادقة أو كاذبة. نحن نتكلم من حيث التركيب والمعنى. الذهب معدن، أي أنا عرفت أن الذهب ينتمي إلى فئة المعادن. مثلا عرفت أن الذهب ليس خشبا، ليس ورقا على سبيل المثال. واضح؟ الذهب معدن يجري عليه ما يجري على بقية المعادن، أي أنني قدمت لك فكرة في جملة، وهذه الجملة في أكثر الأحيان، ليس في كل الأحيان، في أكثر الأحيان تكون مكونة، جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. وقلنا إن الحكم الإعرابي للمبتدأ هو ماذا يكون؟ مرفوع بالضمة في حالة هذه الأسماء، وفي أسماء أخرى مثل جمع مذكر السالم، أحسنتم، والمثنى يكون بالألف، والجمع مذكر السالم يكون بالواو. فأخذنا تعريفه، قلنا
إنه اسم مرفوع يقع في أول الجملة. الآن سنكتب أمثلة أخرى ونحللها. هنا قلنا إعراب الذهب اسم مرفوع ونقول مبتدأ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الذهب نضعها هنا الذهب معدن. هذا المثال الأول. المثال الآخر اقرأ لي من فضلك. القاضيان يحكمان بالعدل. نعم بين القوسين القاضيان مبتدأ مرفوع بالألف لأنه أحسنت. المثال الثاني القاضيان يحكمان بالعدل. وانتبهوا إلى كسر النون التي تشير إلى المثنى. القاضيان يحكمان بالعدل هذا هو اللفظ الصحيح. فهنا بدأت كلامي بأحد الأسماء وهو القاضيان، ولكنني لا أستطيع أن أكتفي بذكر كلمة القاضيان بين قوسين مرفوع على الحكاية هنا، لأن السامع يريد من عندي أن أتمم لكم الجملة بكلمة أو كلمات أخرى كي يتم معناها في ذهنه ويعرف ما المقصود من كلامه. فتممت له بيحكمان بالعدل. هنا تمت الجملة، هو فهم أن هنالك قاضيين يحكمان بالعدل. فما إعراب القاضيان؟ نعم مبتدأ مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى. أنتم تعلمون أن حركة المثنى عندما يكون مرفوعا هي الألف ولا يعرف بالحركات، هذه تسمى الحركات الفرعية. الأصلية هي الضمة والكسرة والفتحة، والإعراب بالحروف هو الحركات الفرعية. فهنا أكتب القاضيان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف، وتعلل لأنه مثنى. أحسنت. هنا أريدكم أن تنتبهوا، وسيكون موضوعنا هذا في الخبر إن شاء الله. لدينا الذهب معدن، هذه كلمة معدن، هل هي اسم أم فعل؟ فعل. فعل أم اسم؟ أحسن. الذهب معدن، هذه جملة اسمية، المبتدأ اسم والخبر اسم. هنا تختلف، هنا تختلف. القاضيان يحكمان بالعدل. يحكمان هي اسم أم فعل؟ فعل. فعل. وأين فاعلها؟ القاضيان يشير إلى الفاعل، هم لا يجعلونه متأخرا أو متقدما. هذه تعرب مبتدأ، هذه تعرب مبتدأ، وهذه الجملة الفعلية كلها أحسنتم، هذه تكون كلها في محل رفع الخبر. هنا أنا سأتكلم عليه إن شاء الله في قسم الخبر، نحن كلامنا على المبتدأ. نعم المثال الآخر اللاعبون متنافسون. نعم هل تستطيع أن تحاول إعراب هذه الجملة؟ اللاعبون مبتدأ مرفوع مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. إذن برأيك ما سيكون إعراب كلمة متنافسون؟
خبر وعلامته الواو. لماذا؟ أيضا يشبه هذا اللاعبون متنافسون. هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وكذلك متنافسون خبر لكلمة اللاعبون مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. نعم اقرأي علينا المثال الآخر. الشركاء على الرغم من أنه جمع ولكن ليس كل جمع يكون مذكرا سالما أو مؤنثا سالما. واضح؟ هذه الصيغ كثيرة في العربية تجمع بها الكلمات على صيغ جموع التكسير تسمى. هنا الشركاء متفقون أليس كذلك؟ الشركاء متفقون. أسألك هذه الكلمة الشركاء هل هي نكرة أم معرفة؟ نكرة. لماذا؟ إذا أضفت إليها ألا التعريف تتحول إلى نكرة أم إلى معرفة؟ هي اسمها ألا التعريف تتحول إلى معرفة، هي ألا التعريف، هي تعرف النكرة. أحسنت أحسنت. الشركاء كانت في أصلها كلمة شركاء وأردنا أن نعرفها أضفنا إليها الألف واللام أو تسمى ألف التعريف. أعربي لي الجملة. الشركاء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه. نعم الشركاء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه لأنه جمع تكسير. نعم متفقون. لماذا بالواو؟ هو جمع، أي نوع من الجمع؟ كيف بالواو؟ جمع مذكر سالم، أحسنت. الآن نمسح هذا. هل لدينا أمثلة أخرى؟ لدينا مثال أخير. نعم الممرضات رحيمات. الممرضات رحيمات. رحيمات نعم. ما سأسألك ما إعراب كلمة رحيمات؟ خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. لماذا بالضمة؟ لأنه جمع مؤنث سالم. هل تعرف علامات جمع مؤنث سالم؟ يرفع بأي حركة؟ قلتها بالضم. وعلامة نصبه؟ بالكسرة. بالكسرة بدلا من الفتح. وعلامة جره؟ بالياء. لا بالكسرة أيضا. أحسن. الممرضات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. ولا أستطيع أن أكتفي بهذه الكلمة فقط لأنني أحتاج إلى ما يتمم لي معناها. الممرضات رحيمات أي أحتاج إلى خبر كلمة أو جملة لكي تجعل هذه الجملة مفيدة وتامة يستفيد أو يفيد منها السامع. فإعراب رحيمات هنا ما إعرابها؟ إعراب رحيمات جمع خبر مرفوع. أحسن. لأنه جمع مؤنث. لأنه جمع مؤنث سالم. هكذا أظن أن التعريف مع بعض الأمثلة التطبيقية وضح لديكم مفهوم المبتدأ وأين يكون موقعه في الجملة وصلته بالخبر من حيث المعنى. وأعطينا أمثلة وحللناها لكي تكونوا على بينة عند قراءة الجملة العربية أو كتابتها. الآن
ننتقل إلى أحوال المبتدأ وأنواعه. انتهينا من تعريفه وإعطاء بعض الأمثلة التطبيقية المتنوعة، والآن نتكلم على أحوال المبتدأ وأنواعه. أحوال المبتدأ المقصود بها أنه كما رأيتم في الأمثلة السابقة لا تكون على صيغة واحدة، لا تكون على صيغة واحدة. لدينا أسماء مفردة، ولدينا أسماء جمع، ولدينا مثنى بين هذه وهذه، وكل واحدة منها لها حركات إعرابية خاصة. كما رأيتم في الأمثلة أخذنا مثالا على مبتدأ يكون اسما مفردا يرفع بالضمة، وأخذنا مثالا على المثنى يكون مرفوعا وعلامة رفعه الألف، وأخذنا مثالا على كلمة تأتي مبتدأ وهي مرفوعة بالواو لأنها جمع مذكر سالم، وفي المثال الأخير أخذنا مثالا على جملة اسمية تبدأ بالمبتدأ وكانت مرفوعة بالواو لأنها جمع مؤنث سالم. هذا التعداد الذي قرأته عليكم يمثل القسم الأول من أحوال المبتدأ، أي يأتي في حال كذا ويأتي في حال كذا. هذا مجموع هذه الأحوال في قسمها الأول يسمى أن يكون المبتدأ اسما معربا. انتبهوا وميزوا معربا. يكون اسما معربا. سأوضح لكم ما المقصود بالاسم المعرب، أي هو الاسم الذي تتغير حركة إعرابه عندما يتغير موقعه في الجملة. انتبه، الاسم المعرب معناه أنه يعرب بحسب موقعه من الجملة وليس مبنيا، أي تظهر عليه الحركة بحسب موقع. لدينا كلمة مثلا القاضيان، ركزوا معي. القاضيان، عندما قلت القاضيان عادلان، القاضيان عادلان، هنا كلمة القاضيان هي اسم تعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، عندما أجري تعديلا على هذه الجملة أقول انتبهوا رأيت القاضيين. ما الذي حصل بالكلمة رأيت القاضيين؟ السؤال الأول، هل بقيت على حالها وإعرابها الأول لأنها مبتدأ؟ كلا. هل بقيت محتفظة بالحركة بالعلامة الإعرابية الألف؟ كلا، تغيرت. إذن ما إعرابها هنا؟ مفعول به، أي أنك أنت الفاعل، أنت الذي قمت بفعل الرؤية، وفعل الرؤية تسلط على القاضيين، فيكون إعرابهما مفعولا به منصوب وعلامة رفعه الياء لأنه مثنى. وعندما تقول سلمت على القاضيين، أحسنتم، هنا اسم مجرور بحرف الجر على وعلامة جره الياء لأنه مثنى. المقصود من هذا الكلام أن كلمة القاضيان معدودة ضمن الأسماء المعربة، أي لا تبقى على حالة واحدة بل تتغير حركتها بحسب موقعها من الجملة. هذا معنى أن يكون الاسم معربا.
بخلاف الأسماء المبنية من دلالتها الأولى، اسمها مبنية أي أنها ثابتة على صيغة واحدة، ثابتة على صيغة واحدة ولا تتغير حركتها إطلاقاً. أحصاها العلماء وثبتوها وأطلقوا عليها مصطلح الأسماء المبنية مهما كان موقعها من الجملة، لا تتغير حركتها ولا تتغير هيئتها. واضح؟ الأسماء المعربة أيها الأعزاء أخذناها في الأمثلة السابقة. الأسماء المعربة التي تأتي مبتدأ هي المبتدأ، الخبر، لا آسف، الاسم المفرد، الاسم المفرد الذهب معنى، هذا تجري عليه حركات الإعراب بحسب موقعه من الجملة. ثانيا المثنى، القاضيان يحكمان، بعد ذلك جمع البدء السالم من الأسماء المعربة، وبعد ذلك جمع التكسير، وبعده الجمع الأخير جمع المؤنث السابق. فالأقسام التي وردت في الأمثلة هي الأسماء المعربة. نتكلم الآن على القسم الثاني وهي الأسماء المبنية. الأسماء المبنية هي ضمن الأحوال والأنواع للمبتدأ. بعد أن انتهينا من الأسماء المعربة نتكلم على الأسماء المبنية. نعم اقرأ علينا من فضلك. ومثاله أنا عربي. اللفظ الصحيح، اللفظ الصحيح، هذه معلومة انتبه، إذا ورد ضمير أنا في سياق الكلام تلفظه وتلفظ ما بعده في سياق متصل تلفظه أنا بنحو ما في تجويد القرآن. عندما تقرأ آية كريمة وفيها ضمير أنا في سياق الكلام تقرأه تلفظه وتلفظ ما بعده في سياق متصل تلفظه أنا أنا. واضح؟ ولكن عندما تريد أن تلفظه وتتوقف عنده أو تتوقف عنده تقول أنا. سأعطيكم مثال، أقول لك انتبهوا إلى لا، أقول أنا جئت، أنا جئت، هذا هو الصحيح، عليك أن تقول أنا جئت ولا تقول أنا جئت، لأن الضمير أنا ورد في سياق متصل بالكلام. أنا جئت، أنا، أنا جئت، ولكن إن توقفت عنده جاء في نهاية كلامك تقول جئت أنا، لفظتها أنا وليس أنا. هل القاعدة واضحة؟ هذه قاعدة لفظية صوتية. واضح؟ تقول اللفظ الصحيح
أنا عربي، أنا عربي، واضح؟ هنا انتبه إلى الإعراب، يعرب ضمير أحسنت مبني في محل رفع مفرد. هنا قلنا ضمير وهو أحد أقسام الأسماء المبنية وليست المعرب. مبني ما معنى مبني؟ هل يعرف أحدكم؟ مبني التي تخالف كلمة معرب. المبني أي تكون علامة رفع واحدة. ليست المسألة علامة رفع. هو يأخذ هيئة واحدة ولا تظهر عليه علامات الإعراب. خلاف المعرب الذي تتغير هيئته وتظهر عليه حركات الإعرابية بحسب منطقة من الجملة كما في الأمثلة السابقة. أما هذا الضمير أنا عربي، أنا ضمير مبني والمقصود بالمبني أنه يقوم على هيئة واحدة لا تتغير ولا تظهر عليه الحركات كما بالأسماء المعربة في محل رفع مبتدأ. ولأنه مبني لا تظهر عليه الحركات قلنا هو في محل رفع ولا نقول هو مبتدأ. واضح؟ هو في محل رفع مبتدأ. نعم. المثال الآخر. المثال الآخر هذا مترفع ربي. أحسنت. هذا من فضل ربي. أين المبتدأ؟ هذا اسم إشارة. القسم الثاني من الأسماء المبنية التي تعلق جملة اسمية. قسمه الأول هو المبتدأ. سيكون هذا هنا هذا أهو ضمير أم اسم إشارة؟ اسم إشارة. أنا أشير به. هذا هذا من فضل ربي أعربه. نعم اقرأ علينا الإعراب. هذا اسم إشارة تجي في محرف هذا يكون إعرابه اسم إشارة مرفوع في محل آسف نعم اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. إذن هذا كسابقه الضمير أنا، لكن هذا ضمير وهذا اسم إشارة. في الآية الكريمة هذا من فضل ربي اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. والجملة التي بعده كلها تعرب خبرا. نعم اقرأ علينا المثال الثالث. نعم الذي خاص بالجائزة له مداد أدبي. نعم واعر الذي الذي خاص بالجائزة له مداد أدبي واعر. نعم إعراب الذي اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ. اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ هذا هو القسم الثالث من الأسماء المبنية. نعم أعد قراءة المثال. الذي فاز بالجائزة. الذي فاز بالجائزة. نعم له إنتاج أدبي. له إنتاج أدبي رائع. أدبي رائع. الذي فاز بالجائزة له إنتاج أدبي رائع. انتبهوا إلى مفردة الذي وهذه من الأسماء الموصولة التي تحتاج إلى جملة الصلة. جملة الصلة لعلنا ندرسها في محاضرات قادمة إن شاء الله. هذه هي القسم الثالث من الأسماء المبنية التي تكون
على هيئة واحدة لا تتغير ولا تظهر عليها حركات الإعراب، واضح؟ كحال سابقتها الضمير ثم اسم الإشارة، والقسم الثالث هو اسم الموصول، فإعرابها اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ. نعم، سأخبركم عن إعرابها إجمالا. فاز بالجائزة، الذي فاز بالجائزة، هذه الجملة الفعلية هي صلتها، هذه صلتها أي تتمم معناها، ولكنني إذا توقفت عند هذا، عند هذه هذا الحد، سيكون الكلام محتاجا إلى مزيد من التوضيح. هذا مبتدأ وهذه صلة الموصول، دائما جملة صلة الموصول دائما على علامة الإعراب، ولكن الكلام يحتاج إلى مزيد من التوضيح، له إنتاج أدبي رائع هنا كمل عند المعنى. هذا هو الخبر، واضح؟ هذا مبتدأ مع جملة صلة الموصول، وفي المعنى الكلي نحن نستطيع أن نقول أن هذا هو المبتدأ، ولكن الأساس هو الذي له إنتاج أدبي رائع. هذه الجملة أو شبه الجملة تتمم المبتدأ وتكون جملة اسمية. نعم، اقرأي علينا المثال الأخير. هنا اقرأ، لا هذا المثال فيه، سأعطيكم مثالا آخر. من يجتهد ينجح، من يجتهد ينجح. هذه انتبه، هذه ليست من، هذه من، واضح؟ من هي تعرفونها حرف الجر، حرف الجر. جئت من البيت مكسورة الميم، أما هذه مفتوحة الميم. من هذه؟ أحسن، هذه أداة شرط، اسم شرط، أي تجزم فعلين، تجزم فعلين. هنا تفصيل ليس محله، هنا تفصيل أن يكون الفعل لازما أو متعديا، مستوفيا مفعوله أو غير مستوف إلى آخره. في كل الأحوال هنا بحسب المثال الموجود، هذه كلمة يجتهد فعل لازم. الفعل اللازم أيها الأحبة هو الفعل الذي يكتفي بالفاعل ولا ينصب مفعولا به، واضح؟ مثلا جاء، مثلا نزل، صعد، هذا. أما عندما استعمل الفعل قرأ، أهو لازم أم متعد؟ متعد. لا أستطيع أن أقول قرأ الطالب وأكتفي بهذا، هذا خطأ. عليك أن تبين المفعول به، قرأ الطالب قصيدة، لأن فعل قرأ من الأفعال المتعدية، أي تتعدى الفاعل إلى نصب مفعول به. فأسألكم، الفعل يجتهد أهو لازم أم متعد؟ اجعلوه في جملة متعدد، اجعلوه في جملة وحلله. يجتهد الطالب، لماذا يجتهد؟ لا، هذا السؤال فلسفي، لأن تبحث عن علم، ولكن من حيث الإعراب نحن نكتفي به. يجتهد الطالب، لا أستطيع أن أقول يجتهد الطالب دراسة، هذا خطأ، أو يجتهد الطالب محاضرة، هذا خطأ. يجتهد الطالب أو اجتهد الطالب في صيغة الماضي، جملة تامة بفعل ماض لازم وليس متعديا. فإذا كان الفعل الذي يأتي بعد من الشرطية لازما، فهذه تعرب مبتدأ. كلامنا هذا كله من أجل أن نعرف إعراب من. إذا كان الذي بعدها فعل لازم، فعليك أن تعربها أداة شرط أو اسم شرط،
مبني في محل رفع مبتدا. وقلت لكم فرقوا بين من ومن. هنا يقول من أحواله وأنواعه القسم الأخير وننهي به المحاضرة. اقرأ علينا من فضلك. جيم. جيم وسيلة جيم أو مصدر مؤول من أن والفعل. ليست أن. 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 مسكنة النون. مصدر مؤول من أن والفعل. المصدر المؤول دعوني أوضح لكم. نحن لدينا لو فرضنا نقول جلس مصدرها جلوس. جلس جلوس أو جلوس هذا مصدر. مصدر صريح. مصدر صريح بكلمة واحدة غير مركبة. مصدر صريح بكلمة واحدة غير مركبة. أما المصدر المؤول فهو مركب أي مؤول مفسر يفهم من تركيب وهو أن زائدا الفعل. أقول بحسب المثال. نعم اقرأ المثال. أن تتحد أن تتحد أن تتحد خير خير لكم. هنا يقول العلماء أن انتبهوا أن تتحدوا خير لكم. انتبهوا هنا أن تسمى حرف مصدرية ونصب أي أنها من خلالها مع جمع تركيبها مع تركيب الفعل تكون لنا مصدرا يساوي مصدر صريح أي أن تتحدوا بمعنى اتحادكم. ولكن هذا المصدر لا يسمى مصدرا صريحا إنما هو مصدر مؤول. نعم. وهذه الجملة في تركيبها تقول مصدر مؤول في يعرب مبتدأ وخير تعرب خبر. وهذه شبه الجملة متعلقة بكلمة خير. إلى هنا تنتهي.